في قناة بداية وفي برنامج واقعي فعلا ممكن تنزل في هالفقرة، لأنه أعرف أن قلوبكم رهيفة، تحبون إسعاد هالناس، تحبون تقدمون شيء يعني ما يخطر على البال بمشاعركم بحاسيسكم. تفضل معي وتسابق عبد الرحمن آل زايد وعبد العزيز آل زايد. عبد الرحمن، وين عبد الرحمن؟ موجود. عبد الرحمن مبروك، وش رجعت القرية؟ تفضل. عبد العزيز ولا عبد الرحمن؟ يرجع القرية. مبروك مبروك عبد الرحمن، بس أبو عبد العزيز أنا. تحية لعبد الرحمن، تفضل معي عبد العزيز عشان الوقت. يلا عبد العزيز، شلونك عبد العزيز؟ شلون أهل الأخوان؟ تزور المرضى قبل الشهرة قبل البرنامج؟ يمكن مرة مرتين، والله إني مقصر، لكن قصر بعض الأحيان. ها طيب عبد العزيز، عندك أنس راح يعلن نتيجتك، طالع الكاميرا تقول الشاشة اللي قدامك. السلام. كيف حالك يا بطل؟ بخير الحمد لله. تتابع برنامج رصيدك؟ ايه. انت عارف اليوم نتائج الشباب عندك؟ ايه. طيب في عندك اشكالية عندك وجهة نظر للبرنامج؟ لا. امور طيبة؟ ايه. طيب من اكثر المتسابقة تشجع؟ عبد العزيز وعبد الرحمن التوأم. توأم. انت تابعت الحلقة الماضية؟ ايه. انت عارف ان واحد منهم كان راح يغادر الاسبوع الماضي؟ نعم. طيب عندك نصيحة لهم؟ ايه. شو تقولون؟ حافظوا على نفسيتكم. طيب الان بنبدا مع واحد منهم، انت تقدر تفرق بين عبد العزيز وعبد الرحمن؟ لا ما تفرق بينهم. طيب يلا خمن، وين عبد العزيز وين عبد الرحمن؟ هذا عبد العزيز وهذا عبد الرحمن. شايفينكم اصلا. طيب انس نبدا مع عبد العزيز، نتيجه عبد العزيز. طيب طيب نبدا مع مين؟ عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز وش نتيجته؟ نموني. بس يا أنا فخور بأنس فؤاد، أنا الدمعة على طرف عيني لكن ما بك، لأن أنس قوي وأقوى مني. صح. وإذا بكيت ما قدم كلمة أنس. تفضل. أنس أنت بطل، أنت مو محارب ولا مريء، خل أملك وتفاؤلك في الله عز وجل، وهذه بوسة لك مقدمة مني. الله يشفيك ويعافيك، وإن شاء الله بإذن الله أطلع أنا ولا عبد العزيز ونقابلك بإذن الله، لك منا زيارة. ترى يسلمون عليكم. الله يسلمك. الله يجعلني في دهنك. ويوم أنا، وترى هو معلن نتيجتك، مو تجاهل مننا، بس إحنا بنفرحك. يكفي نقطع قلب واحد منكم، يعني ما نبيكم تفارقون، يعني اخوك نموني وانت نبي نبارك لك ان شاء الله اخواني عشان تخفف علي لما تبصون هناك. يلا بالتوفيق شباب. تفضل معي المتسابق. شكرا عبد الرحمن. طبعا عبد العزيز نموني وعبد الرحمن رجع للقريه.